الواحد عاوز يجلد اتنين على قده برضه ماشي، عاوز حاجه بتاكل، فان شاء الله نكتر من عرض اللي بياكل باذن الله باذن الله الاسبوع ده. فقلنا برضه من حطوك 5 سؤال اللي جايبينهم دول النهارده اهو. دي بسم الله ما شاء الله الصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعه العودين يا جماعه، صلى حبيب قلبك يطيب. طبعا بصبح يا جماعه المشاهدين بيتفرجوا عليها من داخل مصر وخارج مصر، تحت امر اي حد برضه يا جماعه في طلب في اي حاجه، اي حد يطلب حاجه. طبعا عرض الربيع الحمد لله بتاع الحد، طبعا الحمد لله 95% كله رضيع، فالحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، ما عادش منه باي حاجه الحمد لله. طبعا يا جماعه الناس بتطلب مني في الحر ده، تقول لي يا جماعه خليك مني العجل انا شويه، مني العجل اللي بياكل شويه. فيا جماعه برضو انا هصور لكم برضو هو انا ايه حاجات من اللي بتاكل برضو، لان برضو العجل السلت برضو الناس بتقول لي يعني ايه يا جماعه معلم، انا كل معظم الناس بتقول عاوز حاجه بتاكل حاجه بتاكل حاجه بتاكل. فبقى بقى جبت لكم اللي بياكل هو برضو عشان نعرف المشاهدين برضو اللي بيتفرج عليه. فالسلت الحمد لله برضو السلت على جنب، خشوا بقى ان شاء الله في عرض اللي بياكل على جنب. فبرضو احنا رحنا سوينا 7 8 النهارده ان شاء الله مجمع مطعم، فبرضو هوريهم لحضراتكم اللي هم بياكلوا باذن الله باذن الله. اي حاجه كميه مشكله مثلا انا صورت 5 سبول، لا لو مطلوب فضل من ربنا طلب 50 عجل موجودين فضل من الله. فبرضه نصور ال5 سبول دول، رقم التليفون 0-15-0-7-2-1-9-4-1-3. معاكم معلم الرعاة طه ابو عوف من الصوره من محل الدمام. اهو يا جماعه طبعا دول عرض اللي بياكلوا يا جماعه. هعرض عليكم ان شاء الله من الاسبوع الجاي، هعرض لكم ان شاء الله كميه بيان بتاكل كبيره ان شاء الله. اه يا جماعه معانا اجل بسم الله ما شاء الله الشطاين المان اهو، ربنا يبارك. صفحته ورا يا معلم حسن، صفحته ورا يا حسن، الوش اهو. بسم الله ما شاء الله كده حسن، نوريني فتحه كده صلى على بالوش الدماغ حاجه، ربنا يبارك لصاحب المال. شوف المال ده وصل له يا حبيبي. فان شاء الله نكمل كلامنا يا جماعه، ان شاء الله ان شاء الله يوم الاحد الجاي والسبت ان شاء الله نعرض بقى، نخش على بقى من العرض اللي بتاكل عشان حر صيف. فاللي مثلا واحد عاوز يجلي اتنين على قده برضع ماشي، عاوز حاجه بتاكل، فان شاء الله نكتر من العرض اللي بياكل باذن الله باذن الله الاسبوع ده. فقلنا برضه من حطوك 5 سبول اللي جايبينهم دول النهارده اهو. دي بسم الله ما شاء الله صحبته فرح حسن، عامل 21,500. بسم الله ما شاء الله، مش هقول 25 وهيجلي بالصلاه دي، طبعا اكل عامل 21,500 فتحه عجل والنظام اهو. وبرضه انا هعرض الكميه دول موجودين، لان باذن الله باذن الله الاسبوع الجاي هكتر في اللي بياكل. نكمل عرضنا يا جماعه، واحد اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا يا جماعه دول اكل لسه حاطه كده يا معلم محمد، لا النواب عمرو. دي يا جماعه عامل 19,500، يعني اللي فات لحضرتكم 19,500 و20,500 ب 40,000 جنيه بياكلوا، مش انت كده يا محمد خطوه؟ لا يبقى 41,000، 19,500 و21,500 و41,000. ومعانا يا جماعه برضه عامل 19,500 جنيه بالصنعه، نبقى عاملين 39,000 فضل من ربنا بحق جنيه طريين. دول واكلين طبعا يا جماعه، عشان اعرف المشاهدين اللي بيتفرجوا عليا دي موجود بتاكل اهو. بسم الله ما شاء الله شرب 3 شهور لبنيا، اكل على طول، اكل دريس كسر دريس مع عليقه، ربنا يبارك يوم ب10. دوت ان شاء الله دوت ناطرين بيت ال 45,000، ناطرين بيت المعلم ابراهيم ابو عطيه كشف السوق. الله يستحلك يا ابو عم، صباحك عسل الله يرزقك ب 43,000. مع الاجل يا جماعه برضه عامل 18,000 بسم الله ما شاء الله، قوايم بعظم برضه باذن الله ياكل. معاك عجل بسم الله ما شاء الله، عظمه وشيل عجل عجل يشيل طين. طبعا يا جماعه الاربعه اللي بياكلوا دول برضه صاروخ كمان عجلين ثلاثه هم ان شاء الله، دول موجودين 7 8 برضه عشان اعرف المشاهدين باذن الله باذن الله الاسبوع الجاي نكتر اللي بياكل ان شاء الله. خش يا ابن علي.